تكفن. Oui, j'avoue, je fais ça. طيب خليني ابدا معاك طبعا من كريستيانو رونالدو والانجاز اللي عامله ان هو قدر يتوج بجائزه القدم الذهبيه وتفوق على ناس كتير زي صلاح وميسي وليفاندوفسكي ونيمار، شفت ازاي تتويجه بالجائزه دي؟ قبل أول كل شيء مساء الخير جميعا ومساء الخير لمشاهدينا، أبعث من خلالكم كل التهاني لنادي الأهلي. إنه كان من الطبيعي وإن كان حاصل على 35 سنة أن يكون من هو الحاصل على هذا اللقب، فخلفه كارير طويل ومنذ 15 عام كل المواسم كان هو دائما من المتصدرين، وبالتالي بالنسبة لي كانت نتيجة طبيعية وكان من النتيجة المحببة لقلوبنا جميعا أن يكون قد حصل على اللقب. هو كان لاعب فانتاستيك مميز على مدار 15 عاما متتالية، وبالتالي كان طبيعي حصوله على هذا اللقب. عايز اسالك كمان، شايف ازاي حاله التوهج الكبيره اللي فيها كريستيانو رونالدو الفتره دي وحاله التالق الكبيره مع نادي يوفنتوس الايطالي؟ هو طبعا في وضعه الانسب هناك 16 جول في عدد قليل من المباريات، هو بالتالي عمل سيزن مميز، وخاصة ان في يعني الكل في اوروبا وفي العالم ككل يتفقون على ذات الرأي، وكذلك ان الماتشات اللي لعبها في السيلكشن كانت مميزة جدا. والحقيقة ان العام الماضي بتحقيق 37 هدف والسنة دي 16 هدف في 13 مباراة هو رقم كبير، وانا بالتالي ارى ان يعني اشعاعه كنجم يمكنه ان يقدم الكثير والكثير، ولكن بالنسبه لعمره 35 سنه هو يلعب احسن من شباب كثيرين ويتقدم ويقدم لنا الافضل والمزيد كل عام يمضي من عمره. اكيد عايز اعرف منك تعليقك على انه كريستيانو رونالدو جه في المركز الثاني في جائزه ذا بيست او الافضل الموسم ده، شايف النتيجه دي ازاي؟ يعني هل ممكن تكون شايف انه كان الاحق من ليفاندوفسكي اللي فاز بالجائزه، ولا ليفاندوفسكي كان الاحق؟ لا، أنا لست يعني قومي من هذه الجهة، وأقول أن ليفاندوسكي، لا أقول أن ليفاندوسكي لا يستحق اللقب، هو حقق 55 وهو بالتالي هداف ونجم كبير، والحقيقة أنه هو لاعب سوبر وحقق أهداف جميلة، وبالتالي يعني لن اتحيز لمن لابن بلدي، ولكن ما حققه في 2018 مثلا كان الافضل، ولكن ما قدمه السنه دي ليفاندوسكي هو الافضل. وفي البايرن هو لاعب كبير عنده 32 سنه كمان، لاعب كبير سنا، ولكن لم يعني النتيجه لم تكن بالنسبه لي مفاجاه. هو يستحق هذه الجائزه، هذا اللقب، ولكن يعني دايما بنقول نفس الشيء، النهارده الموسم ده كان لليفاندوفسكي، ولكن هل سيكون ليفاندوفسكي الموسم القادم على نفس المستوى؟ ربما ياخذ اللقب ميسي او اخر، وبالتالي انا ارى انه يستحقه. طيب شايف انه ريال مدريد تاثر كتير بعد رحيل كريستيانو رونالدو للدوري الإيطالي واليوفنتوس، خصوصا يعني في ظل تراجع مستوى النادي الملكي في الفترة الأخيرة دي، هل شايف أنه في تأثير كبير قوي من رحيل كريستيانو رونالدو عن ريال مدريد؟ نعم أكيد، اليوم نحن لا نرى نقاط يعني يمكننا من خلالها أن نرى أن الريال مدريد هو ما زال عند مستوى، ولكن ريال مدريد، لأني أقول أن الريال مدريد بدون كريستيانو رونالدو هو ليس نفس المستوى، وأعتقد بالتالي أن مستوى ريال مدريد ليس له أي صلة
بالوضع القائم، لأن ليس هناك لاعبا أبدا يمكنه أن يحقق أكثر من 40 مثل 40 هدف في موسم واحد. يعني حقق 44 هدف الموسم اللي فات، واللي قبله 42. هو لاعب خاص جدا، وبالتالي ريال مدريد ما عندوش سوبر بلاير زيه يعني. طيب لو هتكلم على لو هتكلم على مستوى الليجا او الدوري الاسباني بشكل خاص، شايف قد ايه تاثر، ممكن نقول على نسبه المشاهده، نسبه العائدات او الاعلانات بالنسبه للدوري الاسباني يمكن لحساب الدوري الانجليزي، خصوصا انه كلاسيكو الارض اللي الناس كلها كانت بتستناه بين برشلونه وريال مدريد ما بقاش زي الاول بعد طبعا رحيل كريستيانو رونالدو عن الدوري الاسباني. نعم حقيقي، نعم دي حقائق مؤكدة. يمكننا اليوم أن نتكلم عن ريال مدريد، ولكن ليس على مستوى كرة القدم المميزة جدا الذي كان يقدمه. وبالتالي برشلونة النهاردة يعني برضو يعني لا يمكننا قول الكثير عنه، لأنه في هذه اللحظة برشلونة وريال مدريد أصبحوا غير قادرين على أن يقدموا الكرة التي تقدمها الكرة الإنجليزية، وهذا أمر يؤلمني طبعا، لأن انهم يعني وان كان هذا الامر يؤلمني لانهم نوادي على مستوى عالمي، ولكن هم ليسوا على ذات مستواهم، وبالتالي اصبح الاهتمام بالكره في مباريات اخرى، يعني في مسابقات اخرى. طيب عايزه اروح معاك طبعا لمستر جوزي او مستر مانويل جوزي، طبعا كان مدرب الاهلي فتره كبيره وقدر ان هو يحقق انجاحات كبيره مع النادي الاهلي، واحد من اعظم المدربين في تاريخ النادي الاهلي، طبعا هو مدرب البرتغالي. شفت ازاي تجربته مع النادي الاهلي؟ كانت خبرته بالنسبه لي خبره جميله جدا، رأيته حين كان في البرتغال وفي نوادي كثيرة يقوم بتدريبهم، ولكن حين ذهب للأهلي كانت كل وسائل الإعلام تتابعه، وعلمنا جميعا كم هو مدرب قوي، لأن النادي كان قوي واللاعبين المصريين كان لديهم كرة مميزة، والعديد من اللاعبين الذين تدربوا في الأهلي على يده أصبحوا نجوم معروفون للعالم جميعا. بشكرك جدا طبعا باسكوال سوزا الصحفي بجريدة أبولا البرتغالية، طبعا يعني إنجاز كبير جدا بالنسبة لكريستيانو رونالدو يفوز بجائزة القدم الذهبية.